السلام عليكم ورحمة الله. معكم أيوب باي سيني كروم باي سيني كروم ديت اس في و تندق على الناس و تخرجوا بي كلي تتعاون معنا كلي تخوت سيني كروم 20 بيسة 30 بيسة و معروف هنا في معروف في إجنان معروف في سيدي بوزيد معروف في دوار منو معروف في شنقيط بغيت الجنوب تما يعرفونا تنبيعو خامسات تنبيعو تنبيعو كاع سيني كاروا و كاع روح تاع جابي لا إلا تنعيش كاع من الصغر وهم مضاربين معايا العائلة كنت مريض تقريبا في جاتني الحرارة من الصغر وكنت مريض ودرت الشبكة علاش دخلت مؤسسة تاع محمد السادس للمعاقين باش نفرغ هذاك الشيء اللي عندي انا نفرغ هذاك الشيء اللي عندي بديت بسيني كروا ورحت جابي وتلعبوا الرياضة عندي كاع الميداليات كنت في ميسرة و تنشكروا أستاذة فاتيحة وكاع محمد السادس المعاقي بروجي ما طاحش فكر فيه واحد خينا هو واحد خينا وواحد خينا كان تيعمر ليا كي يوسف الخياط وايوب الخياط قالوا لي دي سيني كروا و باش تعلم كنت معاهم تقريبا في الدار والعيبات ودابا تحولت للدار باش نتعلم بوحدي تاني نهز مسؤولية بوحدي مادية هو الوالد تيخرج للبحر وليت يصرف على العائلة فهمت و تانا ان شاء الله نولي نصرف على العائلة تنغني في ميلفون والثقافة تنغني تقريبا في سنتر محمد السادس المعاقين تنغني في دار الشباب في الثانية وكاين واحد دابا مع جمعية الشباب مسفيوي وشباب الصفوة كاين ان شاء الله عروض نهار 3 في الشهر كاين في ميت الفن والثقافة كاينين كاين الفينا تاع القرآن الكريم غنغني ان شاء الله اناشيد دينية تمايا وكاين واحد الاخت معاونه بزاف كاين فاستيفال في كازا وفي وكاين شي فاستيفال وقال في بركة نطلبوا مسؤولين يطالبوا بمركز محمد السادس المعاقل اللي قدي الاحتياجات الخاصه يعاونوا تما يدير لهم شمشاره شي كراج تقريبا و يديروا لهم شي حوايج وشي لعيبه نطالب مسؤولين راسي باش نشوفوا لنا شي محل ويعمروا بسيني كروا والجابيل والتيد وكاع مابقاوش هنا نتكرفسوا بحال في كاروسا ولايب يسال مسؤولين مديت اس في ديرو اتفاقات اصحاب الدو احتياجات الخاصه حتى هما عندهم مواهب عندهم مواهب بزاف كاين اللي تيدير المسرح كاين اللي تيدير
الطبخ كي اللي تدير الكوشي، يشوفوا صحاب عنده واحد الشركه الخاصه ويشوفوهم باش عادم تاو مواهب كي اللي تدير الموسيقى، كي اللي تدير المسرح، كي اللي تدير الطبخ، كي اللي تدير الرياضه، كي اللي تدير تقابل الجرده، يجيو يتافتوا اصحاب عنده واحد الشركه الخاص يديرهم شي مشروع، يديروا لهم شي حاجه. نطالب انا مسؤولين يديروا لي تقريبا شي كوار ان شاء الله نبيعوا فيه سيدي كارو جابيد. وشكرا تطالبوا من اصحاب كوكي جنوب، نخلي لكم النمره تاعي وصوري تقريبا تتباع خمسه تتباع سيدي كارو اللي جا مرحبا بي نتفاهم معاه ان شاء الله. وتحيه تشكو اسفي الان وتحيه لك. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.